بعدين بدأنا نتكلم هنا عن السيارات الكهربية، إيه أنواعها؟ لسه قايلين إن في عندي إلكتريك فيكلز، إلكتريك فيكلز، تمام؟ اللي إحنا هنشوف شكلها دلوقتي هنا، والرسمة دي مهمة جدا، عايز الناس هنركز في الرسمة دي كويس. في عندي إلكتريك فيكل، سيارة كهربية، السيارة الكهربية دي معناها إيه؟ إحنا قلنا في منها نوعين، يا إما سيارة هجين، والهجين دي فيها موتورين، فيها موتور القديم بتاعنا اللي هو موتور الاحتراق الداخلي، وفيها موتور كهربي. طيب السيارة الهجين دي ما بيبقاش فيها بلاج إن، يعني مدخل للشحن، لا تحتوي على قابس أو مدخل. النوع الأكثر شيوعا من الـ AV المتوفر في اليوم، وتعتمد السيارة الهجينة على نظامين اللي هم إيه؟ محرك لتوليد الكهرباء لتغذية البطاريات، ومحرك يعمل بالبنزين. يعني السيارة الهجين فيها محرك، بس ده المحرك ده أنا بستخدمه عشان أبدأ أطلع كهرباء من البطاريات وأبدأ أشتغل عليها. المحرك الثاني محرك يعمل بالبنزين، دي السيارات الكهربية. طيب في سيارات كهربيه ما كانش ليها بلاج ان، يعني لا تحتوي، ما فيهاش مدخل، يعني احنا هنبدا نشوف هنا اهو، هنشوف في عربيات كهرباء بس، وفي عربيات فيها مدخل شحن اللي هو ده، تمام؟ هنبدا نشوفه واحده واحده. يبقى في نوع من السيارات ما لهوش شحن اللي هو ما فيهاش بلاج ان، هجينه بس ما لهاش بلاج ان، وفي سياره هجينه بقابس او بايه، بتغذيه، بلاج ان هايبريد. يبقى الهايبريد في منها الهايبريد العادي، وفي منها البلاج ان هايبريد، بلاج ان هايبريد يعني فيها مقبس شحن، هنشوف الرسمه هتوضح. وبعد كده السياره اللي هي البلاج ان دي تحتوي السياره على حزمه بطاريات قابله للشحن، ومحرك يعمل بالبنزين، احنا لسه في الهجين. طيب اذا استنفذت حزمه البطاريات يتولى محرك البنزين القياده. تاني السيارات الهجين عشان الناس تبقى فاهمه، مين اللي بيشتغل الأول؟ بيشتغل المحرك الكهربي. يبقى السيارات الهجين اللي بتتشحن البريوريتي أو الأولوية للمحرك الكهربي. يبقى العربية بتحتوي على مجموعة من البطاريات ليثيوم أيون اللي هي قابلة للشحن، تمام؟ ومعاها محرك بنزين. طب هي تبدأ تشتغل إزاي؟ والله هي تاخد الشحنة بتاعت الكهرباء تشتغل بيها، خلصت الشحنة دي، تمام؟ يدخل بقى محرك البنزين في القيادة. بعدين المرحلة الثالثة طلعت سيارات كهربية فقط، باتري الكتريك فيكل، اللي هي سيارات كهربية ببطاريات. فبيقول لك يتم تشغيل الباتري الكتريك فيكل فقط، ما فيهاش مواتير بنزين. دي تبقى عبارة عن حزمة بطاريات قابلة للشحن ولا شيء آخر، دون أي بنزين. تمام؟ طيب تعالى بقى نبدأ نشوف الكلمتين اللي أنا بشرحهم من الصبح دول في الرسمة دي، هتلخص لي الموضوع. أنا عندي سيارة كهربية هجين، بدأت الفكرة إزاي؟ إن أنا هعمل سيارة كهربية هجين. لو أنت بصيت هنا هتروح تلاحظ إن السيارة الكهربية الهجين دي، تمام؟ في ما دمت قال لك هجين يبقى المفروض فيها إيه؟ المفروض فيها محرك وقود، وفيها محرك كهربي. تعال نشوف أهي، هجين يبقى فيها محرك وقود، أدي محرك الوقود، أدي خزان الوقود، تمام؟ تطلع البنزين او الوقود من هنا يروح داخل على محرك الاحتراق الداخلي اللي احنا قلنا عليه، والمحرك بتاع الاحتراق الداخلي هو اللي مربوط بالعجل، الاربع عجلات بتوع السياره او بالعجلتين اللي قدام مربوط بيهم الموتور، وهو اللي بيعمل عمليه الفرامل او الكبح بيسموها، تمام؟ ريجينريتيف بريكنج او بيسموه الكبح التجديدي او التجددي. يبقى انت العربيه اصلا فيها خزان وقود وفيها محرك وقود زي بتاعتنا العاديه خالص. طيب فيها ايه بقى؟ وفيها بطاريات بس مش بطاريات كتير، تمام؟ وفيها محرك كهربي، بحيث المحرك الكهربي ده اللي اتعامل في الاول يساعد بس حاجه خفيفه، تمام؟ يبقى تشتغل بالشحنه اللي هي في الاول كهرباء، تمام؟ اول ما تخلص روح ايه قلب على البنزين. طب هل السياره دي انت شايف في مكان هنا اشحن منه البطاريات دي؟ لا. يبقى السيارات الهجين اللي بدا بيها كانت البطاريات غير قابله للشحن. اهو لو انت بصيت هنا سياره هجين هايبريد لا تحتوي على قابس، مفيش مدخل، مفيش بلاج ان، تمام؟ طيب فينها دي اللي هي السياره اللي على اليسار؟ السياره اللي على اليسار دي سياره كهربائيه هجين، فيها خزان وقود وفيها محرك وقود، محرك احتراق داخلي،
تمام؟ دول بيشتغلوا ان انا بشتغل السياره القديمه. بعد كده فيها جزء اللي هو بتاع السيارات الكهربيه، اللي هو مين؟ اللي هو محرك كهربي والبطاريات. طب هل في مكان اشحن منه بلاج؟ لا. طيب بعدين بقى بدأ يدخل في حته ايه؟ تعالى بما ان احنا جربنا السياره الكهربيه ودخل المحرك الكهربي، تعالى نزود عدد البطاريات اللي موجوده، تمام؟ ونشوف محرك كهربي يبقى هو اللي يشتغل في الاول. طب عشان البطاريات دي ريتشارجبل قابله لاعاده الشحن، لازم اركب هنا ايه؟ بلاج ان. يبقى هنا في حاجه في السياره، تمام، اللي هو الوصله بتاعه الشاحن، واقدر انا كل ما تخلص البطاريات دي اشحنها من شاحن خارجي سواء كان اي سي او دي سي. يبقى سيارات كهربيه بقابس او بمدخل قابس دي مهمه جدا، فيها بطاريات قابله للشحن، ليثيوم ايون باتريز قابله للشحن، وهي اللي بتتحكم في المحرك الكهربي. طب ايه اللي بيحصل؟ ان المحرك الكهربي هو الاساس دلوقتي، ما بقيش هو الفرعي، لا بقي هو الاساسي، والبطاريات اللي جوه دي بتتشحن. ما كناش ضامنين ان التجربه دي هتنجح 100% او يحصل مشاكل في الطريق او او او، راح قال لك طب خلاص نخلي محرك الاحتراق الداخلي وخزان الوقود موجود في السياره، وتبقى سياره هجين بمقابس. دي كانت المرحله رقم 2. مرحله رقم 3 لما الناس فهمت ولقيت ان انا والله خزان الوقود ومحرك الوقود وبيطلع عوادم وفي مشاكل، قال لك خلاص نشيل بقى خزان الوقود ومحرك الوقود دول، نرميهم ونخلي السياره بتشتغل بمحرك كهربي بس، ونزود عدد البطاريات اللي هتتشحن بحيث اقدر اخلي السياره دي سياره كهربيه ببطاريات فقط. وهو ده شغل او التطور الطبيعي للسيارات الكهربيه. يبقى السيارات الكهربيه بدات من فين؟ بدات من سياره كهربيه هجين فيها بطاريات ليثيوم ايون باتري قابله للشحن، بس كانت بتشحن داخلي، ما كانتش هي الرئيسي، تمام؟ محرك الكهرباء ده ما كانش الرئيسي، كان محرك الرئيسي اللي هو خزان مين؟ الوقود ومحرك الاحتراق الداخلي، ويبدل على تمام المحرك بتاع السياره الكهربيه او المحرك الكهربي. لما لقوا بقى والله ان السياره او السياره دي اقدر ازود في عدد البطاريات والمحرك الكهربي ويبقى هو الاساس، تمام، راحوا زودوا البطاريات وعملوا سيارات كهربيه بقابس بلاج ان. ولذلك هتلاقيها، بص دايما دلوقتي لما نيجي ندخل في الكتب تلاقيها بي اي في، باتري الكتريك فيكل. باتري الكتريك فيكل اللي هي دي اللي على اليمين، هي عباره عن بطاريات بس ومحرك كهربي. اما الثانيه بيسموها بلاج ان هايبريد. بلاج ان يعني في مقبس لدخول الشحن، هايبريد يعني فيها المحركين، محرك الاحتراق بتاع الوقود، المحرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربي، تمام. طيب ممتاز، تعال بقى نبدا نتكلم عن السيارات الكهربيه البيور. يعني ايه بيور؟ يعني سيارات كهربيه بس، يعني هي عباره عن بطاريات ومحرك كهربي. يبقى انا هتكلم عن الباتري الكتريك فيكل او البي اي في، تمام. السيارات دي بتحتوي على محرك كهربي فقط، تمام، وبالتالي هي هتحتوي على جزء متحرك واحد فقط اللي هو الموتور الكهربي، وهتتكون من حزمه من البطاريات بيسموها باتري باك، تمام، حزمه بطاريات، وايه تاني؟ ومنظم اللي هو الكنترولر، سواء كان باتري مانجمنت سيستم اللي هو بيتحكم في البطاريات، او منظم للمحرك الكهربي اللي هو الموتور. يبقى انا عندي محرك كهربي اللي هو الالكتريكال موتور، ولازم اجيب كنترولر، يبقى دايما الاثنين دول مع بعض، محرك كهربي وحاجه تتحكم في سرعه المحرك الكهربي اللي هو المنظم، وبطاريات وحاجه تتحكم في شحن ودرجات الحراره بتاعت البطاريات اللي هي الباتري مانجمنت سيستم. النوع بتاعنا اللي هو السيارات الكهربيه البيور اللي هو بي اي في ده، القياده الكامله بتعتمد على طاقه كهربيه، يعني هنا ما فيش مواتير ديزل ولا بنزين ولا اي شيء. طيب وبعدين الاعتماد الاول والاخير بيبقى على البطاريات، سعه البطاريه، كل ما تكون البطاريه كبيره كل ما السياره دي تقدر تمشي مسافه اكبر، وده كان من اكبر العوائق، وما زال العالم كله في تحدي في ان هو يقلل زمن الشحن، تمام، عشان واحد بيطالع بسيارته عايز يشحن خلال نص ساعه ربع ساعه ويمشي، مش عايز يقعد خمس ست ساعات، تمام. البطاريات دي كان في منها كذا نوع،
بس اكتر نوع حاليا شغالين عليه اللي هو بطاريات الليثيوم ايون. العالم كله بيعمل تنافس على بطاريات الليثيوم ايون وتقنياتها، تمام؟ في عندك ليثيوم ايون بس، في عندك ليثيوم ايون حديد فوسفات. ليثيوم ايون هنحفظهم، ليثيوم ايون، بطاريات ليثيوم ايون هناخدهم في محاضرة كاملة. بطاريات الليثيوم ايون رقم 2، بطاريات ليثيوم ايون حديد فوسفات، ليثيوم ايون حديد فوسفات. رقم 3 الليثيوم تيتانيوم. رقم 4 النيكل منجنيز كوبالت، نيكل منجنيز كوبالت. دي البطاريات اللي العالم كله بيستخدمها في السيارات الكهربائية، اكتر حاجة حاليا اللي هي بطاريات الليثيوم ايون بالتقنيات الحديثة بتاعتها. البطاريات دي مشكلتها ان هي المدى بتاعها تمام صغير، او بيسموه من قصير الى متوسط، يعني اخرها ممكن المجموعه بتاعت البطاريات اخر حاجه ممكن توصلنا لحد 500 كيلو. طب وبعد 500 كيلو لازم اضطر اوقف السياره وابدا اشحن البطاريات تاني. طبعا في نيو تكنولوجيز او تقنيات حديثه حاليا في تحسين اداء البطاريه، في تقليل زمن الشحن وهكذا، ده كله باذن الله تعالى هيدرس بايه بالتفصيل.